تمام رسالة للأحزاب، خلونا نفرح، خلونا نفرح، نريد عمرو الشعب يستحق الفرحة، خلونا نفرح، عمرو البلد، أطول الشباب، عاش أحمد شمال، عاش العريف، أخو النهاب، أقف أسمع منه. إحنا بالنسبة لهذا الفوز، أنا أعتبره مو فوز المنتخب، هذا فوز إلهي، لأن الشعب محتاج هذه الفرحة. إذا ترجع على الأداء مال المنتخب، ترى مو هذا المنتخب اللي مراهنين عليه إحنا بالبطولات، والمدرب تعرف التجديد ما بعد ما يعرف الطاقات. وذكر المدرب بالبداية، تدري أنت تتذكر التصريحات، صحيح. قال إنه إحنا يمكن ما راح هدفنا من الفوز مو الظفر بالبطولة، صحيح. لكن فاجأنا إنجاز المنتخب، والله المنتخب فاجأنا بهذا الأداء الصراحة، يعني مباراة النصف النهائي كانت أفضل أداء يعني، لكن الله أراد أن يفرح الشعب العراقي. يعني هذا شوف العالم كلها مقهورة، هذا اللي مقدم شهيد، وهذا اللي تلقى قرايبة توفى جوز راح للعبة، هذا ما راح تسد العالم هاي، والله إن شاء الله ويانا العراقي، لأن احنا ناس مظلومين، ويعيش العراق، يعيش العراق. هذه هي الأجواء حاليا اللي موجودة بساحة التحرير. زميلي بدر، يمكن اليوم التفاعل، إذا تسمعني زميلي بدر، زميلي بدر تسمعني؟ بدر زميلي بدر تسمعني الآن؟ بدر الآن نعم أسمعك زميل عمر نعم عفو النور الأجواء جميلة بالتأكيد أجواء جميلة اليوم شلون شفت تفاعل الجماهير تفاعل الجماهير اليوم في المباراة كان صعب وظروف دراماتيكية كانت بصراحة أنا ذكرت لك قبل شوية نور إنه إحنا وكأننا ما عايشين أجواء البصرة نعم. من شاهد هذه الاحتفاليات من شاهد مشاركة الناس وفرحتهم وكأنما احنا داخل البطولة نعم. كأنما احنا موجودين داخل محافظة البصرة وهذه هي فرحة الناس خلينا نسولف انا وياك يلا سولف لي ويا الجماهير خلي نشوف الجماهير عليكم السلام الف مبروك للمنتخب العراقي وان شاء الله يوم الاسيوية وفرحة للعراقيين مبروك للمنتخب العراقي لحصوله على كأس العالم النسخة الرابعة 2023 والله اداء المنتخب يفوز ياخذ البطوله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا ادينا مباراه جيده قدام الفريق العماني حققنا الى ما اراد الجمهور شفنا هذا الجمهور الفرحه العراقيه بس احنا بغينا نفرح بس بها المنتخب يفرحنا ان شاء الله كاس اسيا نجيبه ان شاء الله شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله مبروك نهني الشعب العراقي بهذا الفوز العظيم على عمان خليجية 25 وهنا الشعب العراقي شلون شفت استضافة العراق لهذه البطولة؟ بطولة تخبل بطولة جيدة ونطلب من رئيس الوزراء يسوي لنا ملعب بخير في بغداد